اشمعنى بقى مجرجراني معاكي المره دي؟ استاد 10 ايام على العمل يبقى اكيد مفعول اشتغل. انا بقى هفرجك على ابن بخ وهو مزلول التاني. تفتكري؟ اول لما تشوفي كده اقرصيني عشان اتاكد اني مش بحر. انسه دينا وكابر ده ايه النور ده؟ والله يا كابر ليكي وحشه جامده قوي قوي على حق يعني. دي الدنيا كانت مظلمه وملهاش لا ريحه ولا لون ولا طعم من غيرك، يعني حتى الهدوم بقت شبه بعضيها. الا كنت غطسانه فين بقالك كام يوم؟ مشغوليات شويه شغل كده. والنبي توظفتي؟ تقريبا. الا فين يعني؟ اسرار يا سيد، ما انت عارف الشغل اسرار، وبعدين مش وقته دلوقتي. طب انا كنت عايزك في موضوع يعني على اساس في حساسيه كده بيننا وكده. هيقر اتكلم، ما تقلقش من دينا. انا هتسامحيني؟ خلاص يا سيد مسامحاك. ابعد. انا اقوله ما خافش. خلاص يا سيد ننسى اللي فات وخلينا في اللي جاي. ها مش تزعلي على ده، بس مش كمان كنت سرحان يعني اتحرق منه وانا بكوي. ما تقلقيش. مزيك حلو قوي، هو ده الجينجل اللي انا عايزه. يعني ايه جينجل؟ الاعلان ده ممكن يبقى ساحر لو حطينا فيه كل بوينت اوف سيلز. بيري اكتبي عندك يجيبه مع اللمبات الابولو 18. ابولو حلو، دخلنا على الفلك. عايزك بعد الاجتماع. ايه يا جماعه الدخان ده؟ نحط ارواح ولا ايه؟ هوا نفوق بقى يا جماعه، خلاص الاجتماع خلص، يا دوبك تلحقوا اخر قطر. يلا. مش شايفه ان انا مشغوله؟ صح. ايه بقى؟ ايه؟ مش قلت لي انك عايزني؟ عجبتيني قوي النهارده. ها؟ ابتديت تكتبي وتركزي، حسيت انك عايزه تتعلمي فعلا. خليكي بقى كده مركزه على طول. بس؟ عايزني في كده بس؟ ايوه. هايل. بجد هايل. سيسو سيسو سيسو، مستر كريم فاضي ولا معاه تليفون؟ ودي مين دي بقى ان شاء الله؟ دي مهينار. مين؟ مهينار؟ ما هو باين. مين يعني؟ الجير فريند بتاعت كريم؟ لا، دي السكرتيره الجديده اللي هتشتغل بعد. ساسو ساسو بس مين هلاقيها؟ هاي والله. بص يا نار، انت هتخلعي من هنا. نعم. هما اتفقوا معاكي على كام؟ على 1000. ليه؟ لا انا هديكي 2000. حمدي معاكي عقد بسنتين وشهرين تامين. اوكي؟ اتفضلي امضي هنا. اعتذرت يعني ايه؟ مش كانت اتفقت خلاص؟ هو لعب عيال. انا برضو مستغربه، مع اننا كنا لطاف جدا معاها. كنتوا مين؟ انا وساسو. ساسو؟ ومستغربه قوي انها مشيت. طب ده اقل واجب. على مش مشكله، نزلي اعلان في الجورنال اطلبي فيه سكرتيره، واكتبي شرط اساسي في الاعلان يقول ان السكرتيره اشتغلت قبل كده في مستشفى المجانين وبتعرف تتعامل معاهم كويس. طبعا ده شرط اساسي حضرتك. وجيب معاه شهاده خبره كمان. اوكي سيول باي. ساسو 48000 جنيه هتدفع بالدولار؟ 9000 هتدفع بالاسترليني؟ 8000 هتدفع ولا الاستاذ يضمنك؟ الاستاذ محتاج اللي يجبره. المهم 48000 بتوع ايه؟ حق السكرتيره اللي طفشتها النهارده. صاروخ كلفتني 48000 جنيه. وما بعتهاليش ليه؟ لا وايه؟ هينزل اعلان في الجورنال يطلب فيه سكرتيره تاني. ايه بقى؟ ايه؟ هفضل انا كل شويه طفش سكرتيره بالمنظر ده؟ لا شوف لك حل انت والعفاريت بتوعك، ولا ما عندكش عفاريت والسوق نايم اليومين دول؟ الاعلان ده نازل امتى؟ ايه؟ هتخلي عفريتك ما ينشرهوش؟ لا هسيبه يتنشر. بس هعمل لك عليه شغل جامد قوي. هنزل بتقلي.
يا راجل شكلك هتطلع بق في الاخر. اهو الاعلان اهو. بيجي نفسي افهم انت في دماغك ايه بالظبط. سيبنا اشتغل بقى عشان احبك. الو مادموزيل دينا، كنت طلبتي مني خدمه. انا اشتغل؟ طب وليه لا؟ انت مجنونه يا بنتي، لو اشتغلتي حياتك هتتغير خالص. بلاش طريقه واحده ممكن، وبعدين مين المعتوه ده اللي يرضى يشغلني عنده؟ مين المعتوه؟ ردي بسرعه. الو مين؟ انا مخرج الاعلانات كريم شلش. شبش؟ والله ما انا عارف اذا كان شلش ولا شبش. انا مخرج الاعلانات الفظيع جدا طبعا، عارفاني. عامل اعلانات؟ عامل اعلانات. طب كملي. وعايزني في ايه انا بقى؟ اعلان زيت ولا سمنه بلدي؟ انا بقول خلينا في السمنه البلدي تبقى احلى. نعم. اشتغل سكرتيره عندك؟ الله، طب اشمعنى اخترتني انا دون عن البنات الريوشه اللي في البلد؟ ايه سمعت عن ذكائي؟ هو للدرجه دي ذكائي مسمع؟ لا اله الا الله، قادر على كل شيء. ايوه معاك. بصي يا ستي، انت هتيجي بكره تقدمي على الوظيفه. مجموعة وظيفتي انا عارفة الشركة، هتطلبي تقابليني، ولو حد منعك اعملي اللي وادخلي عليا مكتبي، فاهمة ازاي؟ وتبصي في عينيا كويس وانت بتكلميني، اصل انا بحب سكرتيرتي تركز في عينيا عشان تتعلم تفهمني من بصتي. واوعي تقولي المخلوق اني كلمتك ولا حتى ليا انا، مفهوم؟ معاكي بقى ورقة وقلم عشان تليفوناتي. 370؟ لا قولهم لي مفرط نمرة. 3 7 0. ماشي. لا مش حد، ودي حاجة تتنسي؟ دي معجزة يا راجل. سلام. ده انتهى طلباق، ده بنت عبيطة ما تعرفش الالف من ايد المقاش، وده واد مطقطع بتاع اعلانات، ده منزل اعلانه بالانجليزي. بانك ما تعرفش انجليزي شمال، ده بانك هتطلع اهطل اخر الفيلم. انا من زهر للدرجه دي انا واصله؟ بكتب كتبه بيضه على واد سيد واقول له اني بشتغل تقوم تحقق كده على طول؟ لا الموضوع ده ما ينسكتش عليه، ده انا فيا حاجه لله بقى. هو ما فضلتش غير واحده بس، يعني شكلها ما ينفعش خالص. ده انا حتى جالي تليفون من واحد ما عرفوش، قال لي انها مش مكمله تعليمها ولا معاها كمبيوتر ولا لغات، تصور انها كمان. ومشيتهاش ليه؟ مش عايزه تمشي. عامله قلق جامد جدا ومصره تقابلك، قال يعني البت فظيعه، وبعدين انا مش قادره عليها، ده انا قربت اولد من كتر زنها. اوف، دي مجنونه رسمي. انت كريم شلش؟ لا مش انا خالص. ايه هتفضل مديني ظهرك كده؟ ما ينفعش. بصلي، حط عينك في عيني، شوف انا مذاكره ازاي. هو يعني من شويه بس صغيره جت واحده اشتغلت خدت الوظيفه، يعني انا اسف جدا معلش. يا سلام عليا الكلام ده يا سي كريم. على فكره المقابله انتهت من ساعه لما دخلتي، يا ريت بقى ما تعطلينيش. مش ماشي. ايه رايك بقى بطل الحركات دي؟ حركات؟ انت غريبه قوي، جت هرجي هنا ولا ايه؟ الله، ده الموضوع كبر. شكلك كده اتضايقت ولا ايه؟ شكلك مش فاكر. انا كابر. اسم غريب قوي، اول مره اسمعه. عاجبك قوي يعني؟ مش زعلان كمني ما بعرفش انجليزي؟ مش عارف. ولا معايا شهادات؟ مش عارف. هستلم الشغل امتى؟ مش عارف.
نفسي افهم انت بتضحك قوي كده على ايه؟ على التليفون الخايب اللي انت عملته. انت مش برضه كلمت سكرتيرة سكارين عشان تزنبق البنت كامل؟ يا ابني انا سري مات يعني. يبقى السبيل انت بتلعب عشان تكسب الرهان. انا بقى بلعب عشان ابوظ صورك. بتهيألي من حقي انا كمان عايز اكسب. وبعدين انت مش لوحدك. انت معاك شمهورش. الله الله الله. انت عارفه؟ كده بقى نلعب على المكشوف. بس خلي بالك لو فتشت السر هعرف وساعتها اللي هيبقى فيه مكسب ولا خساره. عيب. ده انا اللي معلمك اصول وشاره في الرهان. اتفقنا. اتفقنا. تعرف قميصك كام ياض؟ هيكون بكام يعني يا باشا؟ ده كبيره 300 في رغيف من الوكاله. ده 600 جنيه يا حيوان. يا عم 600 جنيه ايه؟ بيتكلم لغات ولا بيروح مكانك الشغل؟ ولا بيسخط في مراتك وانت مش في البيت ولا ايه؟ ده هيروح في داهيه بقى. مصير ارد له. بس انا اللي احترمت شيخوخته يعني. يا حبيبي يا بخه. ده راجل مفتري قوي. ده شرحك يا ولد. كان ممكن اعمل له عاهه مستديره. بس انا ما رضيتش يعني احرجه قدام مراته وكده على اساس ان هو بيه. ما انا ممكن ابقى بيه انا كمان. بأمارة ايه بقى ان شاء الله تبقى بيه؟ لا 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 دي وسعت منك. ليه؟ ما ممكن افرقع في السوق واضرب مره واحده. ليه ان شاء الله؟ هتاخد بطولة العالم في الكاوي؟ لا يا خفيفة، انا ممكن اعمل شريط افرد بيه السوق واكويه وابخ مصر كلها بوستراك. ايه؟ تبخ؟ تصدقي وتأمني بالله المنتجين اليومين دول بيحفوا ورا المكوجية. يا خرابي يا خرابي على الجمال. الواد قمر غزال. فيه الاعلانات بتحدف عيال حلوة كده؟ ده واد جاي من حتة تانية. ده غير العيال الهفق اللي بشوفهم دول خالص. لا وايه؟ اول لما بصيت في عينه حسيت بالايه؟ مش عارفه هي حاجه كده شبه الاشعرينه. اه بس حصلت ليه؟ ده باين لي حبيته. حبيتيه؟ يا ريت. انا ما قلتش كده. انا قلت كده؟ لا ما قلتش. لا قلت. الله. طب وسيد بخ؟ بلا سيد بخه بلا سيد قشطه. التاني قشطه قشطه بجد. وايه؟ هراني تسبيل هراني. انا من ذهله. ايه اللي بيحصل ده؟ باشا امرني حضرتك. بص يا سيد انا ريجيسير ومرشحك تصور بطوله اعلان. والنعمة يا باشا امثل الشركة اللي انا بشتغل فيها هتصور اعلان عن مكوى جديدة. اشكي منك يعني ستايم وكده حضرتك. احنا بندور على وجه جديد يمثل الدور ده. عشان كده فكرنا ان احنا نجيب مكواجي بحق وحقيقي يمثل الدور عشان ما يتعبناش لمؤاخذة. اتابيك. ولو اني شاكك انهم ممكن يقبلوك عشان حكاية المطبات اللي في وشك دي. لا يا باشا دي شوية تعوير كده من مخاطر المهنة لمؤاخذة. بس يعني هتروح خلاص. عايز كده بقى تروح بكره تقدم على الدور. صباح وفن. يعني ممكن تعملوا لي بوستراك كده في الشارع وشريط وقفشات وكده؟ نعمل لك اللي انت عاوزه. بس ايه لو عجبتنا؟ يا رب يا رب. انا عاوزك تهدى بقى وترسم معايا وسيبك من التوتر اللي انت فيه ده. انت هتروح بكره الشركه وتسال على مكتب الانسه سميه سعد حامد. انا كتبت لك اسمها في الورقه دي مع العنوان بتاع الشركه. باشا والنعمه باشا. الانسه سميه هي اللي هتسهلك الشغلانه. بس خلي بالك اتكلم معاها بمنتهى الادب والاحترام. يعني تحسن ملفظك وانت بتتكلم معاها. ما تنساش دي بنت صاحب الشركه يعني ابوها ملياردير. يعني حد جامد يا باشا؟ اوه قوي. لا مؤاخذه يا باشا يعني الملياردير ده يعني بيقفش له كام كده في الشهر؟ ما هي 47 قرش. ايوه دكتور شمال. ازاي؟ زفت. ليه بس؟ اختار سكرتيره تانيه خلاص. طب وايه يعني؟ يعني ايه وايه يعني؟ مش يمكن تطلع صاروخ زي اللي قبلها؟ ما تخافيش ما تخافيش. دي السكرتيره دي هديه مني ليكي. انا مش قلت لك هعمل لك شغل جامد؟ هتعمل لي شغل جامد؟ خير ان شاء الله. لا مش وقت. لما اجي لك هقول لك.
شكلك كده حسابك تقل معايا. هاي. مش وقتك خالص يا ساس. عندي كارثة. اوف حكيتم اهو. طب يوه خارجة. انتي لا. انتوا تعرفوا بعض؟ لا. اه. لا. انتي جاية ايه تعمل ايه؟ انتي سكرتيرة؟ اه. يس. متأخرة نص ساعة. معلش. طيب كابر، الحقيقة كده وحصل حاجة امبارح بعد ما انت مشيتي. كان في سكرتيرة وكانت بتشتغل هنا ومشيت ورجعت امبارح تاني يعني. فهمت. ما انا برضو استغربت. انا عارف اني ما ينفعش. على العموم متشكرة. انا ماشية. رايحة فين؟ انا ماشية. مش حضرتك قلت اني ما ينفعش تمشي. انت لازم تستني هنا. انت كده بتلعب بطريقتي. عملتها مرة وفوتها لك. سقت فيها. لا عندك بقى تلعب مع فريتك ماشي يا حبيبي، ما هي من ضمن عدة النصب بتاعتك. لكن تليفونات ومقابلات وخطط لا، دي بقى لا فيها ساحة ولا عبقرية. اللعبة كيف؟ يخرب بيتي. هو في ايه حضرتك؟ في ايه؟ دي مجنونة دي ولا ايه؟ اتخدر من شكلك. انا كنت فاكر ان في حد جاي ورايا بسنجة يعني ولا حاجة. سوري معلش. ايه ده؟ انت متعور؟ دي حادثة حضرتك. معلش. انت مين؟ ها؟ مش عارف. هو انت اللي مين؟ مش عارف. وانت؟ والله ما فاكر، نسيت. يجرحوك برمشهم، لو يشغلوك ويسهروك اوعى تصدق سحرهم. لو يسحروك مرة العيون او يجرحوك برمشهم، لو يشغلوك ويسهروك اوعى تصدق سحرهم. سحر العيون سحر العيون سحر العيون سحر العيون. مش كل دمعة تصدقها، مش كل نظرة تعشقها، عيون كتير ممكن تكتب تدخل قلوبنا وتسرقها. سحر العيون سحر العيون سحر العيون سحر العيون. We'll be right back.
تصدقش عيون كدابة، صدق بس عيون صديق يا معيون مليانة طيابة، يا معيون مليانة حالة. لو يسحلوك مرة العيون أو يجرحوك برمشهم، لو يشغلوك ويصهروك اوعى تصدق سحرهم. يلا يا حبيبي لم خرجاتك وكراكيبك وارحل عشان ننظف الفيلا، انا خلاص كسبت الرهان. بأمرة ايه؟ بأمرة اللي انت شايفه ده. شايف ايه؟ البنت ساسو لقت أراجوز بتلعب بيه وكابر مبهورة بالواد اللي اسمه كريم، لكن المفروض نهاية الحب ايه؟ الجواز، اهم لسه ما اتجوزوش. ده احنا مش هنخلص بقى، لأن بعد ما يتجوزوا هتقولي لا لازم يخلفوا. لا 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 مش لازم يخلفوا، ممكن يتبنوا. أنا هشتغل واحد من الاثنين دول على فكرة. شش. أنا شايف إن الأولاني أعلى بكتير. فعلا ده تيب حلو قوي. عنده قبول، بس ده سكه والتاني سكه تانيه خالص. طب بس فعلا ممكن استاذ سيبينا نشتغل. لا سيبني انت بقى قول رايي، ما انا لو ما قلتش هيجيلي شرر عايش، ما انت عارف. اتفضلي قولي. زمان كان في نجوم محبوبين جدا زي عبد الحليم حافظ، رشدي اباظه، عمر الشريف. ليه؟ ليه؟ لانهم كانوا شبه الناس في الوقت ده. الناس وقتها كانوا مستحمين، شعرهم بيلمع، حاطين بارفان، هدومهم نظيفه، لان ما كانش عليهم ضغوط كتير. لكن دلوقتي الناس تعبانه قوي، الناس مضغوطه وعندهم مشاكل كتير. طبعا انتوا مستغربين اني بتكلم عن الناس دول. ايوه بس ده مش موضوعنا، احنا بنختار بطل اللي عليه. الناس دلوقتي عايزه البطل بتاعهم يبقى زيهم، شبههم، وش مرسوم على الشقه زيهم. ويا سلام بقى لو واخد المطوتين في وشه، طب والله هياخد مع الناس جامد وهيحبوه اكتر. وسيد مش اسمه سيد برضو؟ anyway الواد ده شكله قريب جدا من الناس لانه منهم، صح؟ صح جدا. ايه ده؟ يعني اقتنعت برايي؟ تخيلي.